الاجتهاد مع النص، هذه قاعدة أصولية متفق عليها، متفق عليها، لا اجتهاد مع النص. الله، أنا أقول لك قال الله، تجتهد مع قول الله جل وعلا، اجتهد في فهم النص، لا حرج في ذلك، لا حرج أن تعمل العقل في فهم النص القرآني أو في فهم النص النبوي. أما أن تتخلص من النص النبوي والقرآني بدعوى أنه لا يتفق مع العقل، أو بدعوى أنه لا يوافق العلم الحديث بما توصل إليه من نظريات وأبحاث علمية إلى آخر هذه الدعاوى الباطلة، فهؤلاء يريدون أن يبطلوا النص القرآني والنبوي بهدم الصحابة رضي الله عنهم. يقول الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله: القرآن حق، والرسول حق، وما جاء به من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا لا أريد أن أتحدث طويلا عن عدالة الصحابة وعن تزكية الله لهم وتزكية رسول الله لهم، لكن أكتفي بآية وحديث أو حديثين فقط لأبين لحضراتكم مكانة وقدر الصحابة رضي الله عنهم وجمعنا بهم مع الحبيب في الفردوس الأعلى. يقول ربنا جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر إلى هذا القيد والشرط، بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر الآيات. وقال ربنا جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أيحكم الله للصحابة بالصدق ويكذبهم هؤلاء ويتهمهم هؤلاء؟ أولئك هم الصادقون، شهادة رب العالمين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وما أكثر الآيات. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هؤلاء هم الصحابة. فانتبهوا يا شباب الأمة لهذه الحرب القذرة التي تعلن الآن على ثوابت وأصول وأركان الإسلام، على شاشات الفضائيات، على ألسنة المستشرقين والكافرين، لا، بل على ألسنة من يتكلمون بألسنتنا ويلبسون ثيابنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم خرج علينا في الأيام القليلة الماضية من ينكر بالكلية عذاب القبر وينتقل من فضائية إلى فضائية إلى فضائية ويستضاف في الفضائيات على أنه مفكر ومنظر وعلى أنه عالم ومتحرر، ويطعن في عذاب القبر وينكر بالكلية عذاب القبر.
وما فيش آيات في القرآن بتتحدث عن عذاب القبر. طب السنة، خلي بالك رجعنا للأصل الأول لإنكار السنة. لا، إحنا عاوزين دليل من القرآن. طب والسنة؟ لو ثبت في السنة حديث واحد صحيح عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لوجب على الأمة أن تأخذ به وأن تعمل به. أولم يقل ربنا جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أولم يقل ربنا جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليست هذه هي أدلة القرآن؟ فيخرج علينا لينكر عذاب القبر ويقول عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات، خزعبلات وخرافات وأساطير وأوهام. ليه؟ يقول لك كلام مش عقلي. أنا لا أنكر عليك أن تعمل العقل في فهم النص، لكن لا يجوز البتة لعاقل أن يجعل من عقله طاغوتا ليحكم على صحة النص القطعي الدلالة في القرآن أو السنة. لا ينبغي أن نجعل من العقل حاكما على النص القرآني والنبوي. وإلا فبالله عليك أخبرني يا أخي، أي دين سنقبله؟ هل الدين الذي يقره ويقبله عقلك، أم الدين الذي يقره ويقبله عقلي؟ نقبل أي دين؟ عقلك يرد هذا النص القرآني، وعقل هذا يرد هذا النص النبوي، وعقلي يقبل النص القرآني والنبوي في غاية الحب والرضا. فيا ترى أي دين سنقبله وسنأخذ به؟ ما يقبله عقل هذا أو ما يرفضه عقل ذاك؟ يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. الدين قال الله قال رسوله، وعلى المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طب نلغي العقل يا مولانا؟ خلاص ما فيش عقول؟ حاشا لله. أين قول الله تعالى أفلا تعقلون، أفلا تنظرون، أفلا يتدبرون؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نور الوحي لا يطمس نور العقل، ولا ننكر العقل ولا نرد العقل، بل نور الوحي